تحية طيبة، أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام وحلقة جديدة من برنامج أون سايد. مشاهدي الكرام، بعد أيام قلائل تقريبا في ظرف 10 إلى 12 يوم ستنطلق البطولة الثلاثية اللي كان لما تكون من 4 منتخبات لكن اقتصرت على 3 منتخبات، هي منتخبنا الوطني العراقي ومنتخب دولة قطر الشقيقة ومنتخب سوريا الشقيق. الأمر اللي أثار استغرابنا حقيقة في الوسط الرياضي هو أنه هذه البطولة، بطولة الصداقة، كان من المؤمل أن تقام في ملعب البصرة. الأخبار الأخيرة تقول تم نقلها إلى ملعب كربلاء. زين، كيف ستبلغ الوفود بتغيير مكان البطولة؟ هذا واحد، وزارة الشباب الرياضة يعني أعلنت أنه ملعب البصرة غير جاهز لاستقبال البطولة، وهو قبل فترة قليلة جدا استضاف مباراة مهمة جدا مع المنتخب السعودي الشقيق. حقيقة كلام كثير يحتاج إلى يعني واستفهامات كثيرة تحتاج إلى أجوبة، لكن خلوني أنتقل للحديث عن موضوع مهم جدا. إن شاء الله السيد المخرج يحضر لنا الكتاب اللي وقع 5 أعضاء من الهيئة الإدارية لنادي الميناء الرياضي، وقعوا على كتاب رفعوه إلى شركة الموانئ العراقية يطالبون فيه بإقالة النجم الدولي السابق جليل حنون رئيس الهيئة الإدارية للنادي، الذي قال بدوره أنه سيرفع الموضوع للقضاء. إضافة إلى ذلك، حقيقة موقف اللاعبين، لاعبي نادي الميناء يعني حقيقة ترفع له القبعات، نازلوا عن عقودهم، راح يكملون الدوري بمبلغ زهيد جدا، هو 15 مليون عراقي. أمور كثيرة إن شاء الله يعني تلقى لها حل، وإن شاء الله يرجع الميناء الفريق اللي يشكل عمود فقري يعني مهم جدا في رياضتنا في كرة القدم على وجه الخصوص. مشاهدي الكرام، خلوني أنتقل الآن إلى تصريح للكابتن عدنان درجال خلال زيارته الأخيرة إلى العراق. هم يعرفون، ولكن انا يعني الان حول حتى المؤتمر الصحفي انا ما يعني هم ما عندهم علم انه انا اريد اعقد مؤتمر صحفي. على العموم انا ما اعتقد انه هاي مشكله كبيره بالنسبه يعني لي، ولا راح تقلل من وضع المؤتمر. ان وجهت الدعوه فشكرا جزيلا، وان لم توجه فايضا شكرا جزيلا. بالعكس، اكو امور قد تزيدني اصرار على الدخول في هذه اللعبه. قد يتصور البعض انه قد ما يضع العراقيل في وجه عدنان درجال ان عدنان درجال اللي في راسه يرجع. يخطئ من يتصور هكذا، بالعكس انا اعتبر انه الموضوع فيه شيء من التحدي، وانا احب التحدي. وبالتالي انه انا يعني هذا الامر ما يزعجني حقيقة، يعني لا يزعجني ولا يشكل أي شيء بالنسبة لي. ودعوة أبو علي الأخ مجبل الفرطوس إلى يعني مجيلة دعوة من الاتحاد، بالعكس أنه أنا سعيد بهذه الدعوة التي توجه إلى الكابتن والأخ العزيز الغالي مجبل الفرطوس، لأنه فعلا إنسان خدم الرياضة العراقية وقامة رياضية كبيرة وكابتن لمنتخب العراق اللي قدم شيء كثير في الكرة العراقية، وبالتالي دعوته هي دعوة اعتيادية أعتبرها. السؤال الثاني حول موضوع السر والعلم، المسج اللي وصلك يا عدنان درجال ارجع القطر افضل. هذا الكلام قلت لك، هذا الكلام ما راح يعني ما راح يشكل شيء بالنسبه لي. قد ما تتولد عندي قناعات كامله بانه انا يجب ان اكون جزء من عمليه التغيير والاصلاح، وأن بلدي بحاجة إلى جهد أحد أبناء المخلصين، فما راح أسمع كل شيء إذا أنا راح تكون مغلقة إلا للي أنا مقتنع به. وإن شاء الله الفترة القادمة بإذن الله بجهود الجميع وبتعاون الجميع سنبدأ عملية التغيير والإصلاح الحقيقية خلال الفترة القادمة بإذن الله. شو تريد اوضح من هاي؟ يعني بعد بس اقول انا مرشح. هو هذا الكلام اللي ينتظر. وبالتالي ليش اقول لكم خلوني بس اكون هادئ وافكر على كيفي بهدوء؟ لان ال 21 يوم مضغوطه جدا، فبالتالي يحتاج انه
أقعد أنا شوية مرتاح أفكر بهدوء أدرس كل الأمور، ولكن يعني إن شاء الله إن شاء الله قرار راح يكون هو قرار بالتأكيد إن شاء الله يصب في مصلحة الجميع. أهلا بكم مشاهدي الكرام. طبعا هذا الكلام الموضوع الانتخابات الاتحاد كرة القدم هو تقريبا والترشيح ووضعية نجومنا ودخولهم إلى هذا المعترك ومحاولة يعني وصولهم إلى إدارة ملف كرة القدم في العراق وموضوع حلقتنا هذا اليوم، لكن قبل ذلك ننتقل إلى هذا التقرير الذي يتحدث عن تكريم الرواد. حقيقة في مبادرة غير مسبوقة وجديدة قامت مديرية الشباب والرياضة في مدينة صدر بتكريم رؤساء الفرق الشعبية القدماء اللي خدموا الرياضة وخدموا الفرق الشعبية في مدينة صدر، وخرجوا الكثير من اللاعبين ومثلوا المنتخبات الوطنية وكثير من الأسماء اللي مرت على هؤلاء المدربين اللي حقيقة تعلمنا من عندهم الاحترام وحب الرياضة وحب كرة القدم. فأكيد هذا دور مديريتنا ومديرية الشباب والرياضة مدينة صدر لتقديم ولو تكريم معنوي بسيط، لكن عنا لهم الشيء الكبير أنه اليوم استذكرناهم في جو احتفالي جميل. بعد ذلك صارت هناك مطالبات من قبل رؤساء الفرق الشعبية بإكمال ساحات الفرق الشعبية والاهتمام بها، أيضا بإكمال ملاعب مدينة صدر وملعب الحبيبية. نعرف على الجميع أن مدينة صدر برازيل العراق مدرسة كروية بذاتها أنجبت العشرات بل مئات من اللاعبين، تعاني اليوم من إهمال شديد من ناحية البنى التحتية الملاعب، يعني عندنا ملعب الرئيسي ملعب الحبيبية الذي توقف العمل به منذ أكثر من عام، الموارد المالية يمكن كانت هي سبب، ورغم الآن بعد فتح الموازنة وتنسيق الموازنة أعتقد لم تبقى هناك حجة أو عذر أمام وزارة الشباب. طبعا بالبدايه احنا نشكر الرياضه والشباب مدينه الصدر على تكريمهم من الرواد رؤساء الفرق الشعبيه القدامى اللي بذلوا جهود ماليه وجهود يعني جباره لانجاح رياضيين وابنائهم لاعبين مدينه الصدر. احنا هسه حاليا يعني نحكي على الجديد، الجديد بالنسبه للرياضه مدينه الصدر يعني باعتقادي وباعتقاد الرياضيين اغلبيتهم الكره قاعد تنتهي، كرة القدم وخاصة بالملاعب المفتوحة قاعد تنتهي يوم بعد يوم. سببها هي عدة أسباب، أولا سببها وزارة الشباب لتأجير الملاعب خطية ما عندهم فلوس، وسببها الحكومة المحلية اللي هي ما تدافع عن أبنائها مدينة الصدر. مشاهدي الكرام نكون الآن مع هذا التقرير عن بطولة بناء الأجسام. على بركة الله قام الاتحاد العراقي بناء الأجسام بطولة الفيزيك والكلاسيك الثانية. طبعا بطولة كانت جدا جميلة، مستويات حلوة، وإن شاء الله عازمين على المشاركة في المحافل الدولية في بطولة آسيا وغرب آسيا، وإن شاء الله نحقق مراكز متقدمة في البطولة. وطبعا عندنا خامات وعندنا إمكانيات حلوة. طبعا نطالب اللجنة الأوروبية أنه بدعم لعبة بناء الأجسام باعتبار هسه دخلت فئات أكثر، مو بس البودي بولدنج، دخلت فئة الفيزيك والكلاسيك، وان شاء الله اعضاء المكتب التنفيذي ما راح يقصرون ولا الكابتن رائد حمودي، ونتمنى التوفيق جميع لاعبينا في المحافل الدولية. طبعا انا هاي اول مشاركه لي بالفيزيك والكلاسيك، والحمد لله اعدادي كان كلش قوي، بس الظاهر يعني اكو مشكله بالتحكيم او مشكله
بالمقربين للحكام ما اعرف، الجمهور هو اللي يحكم. انا طبعا مركز اول من بعد رابع، يعني ما اعرف شنو اللي صار، والناس اللي تباوع هاي تحكم. اللي اخذ صور هسه ونشرتها وراح تنشر طبعا الصور. اداء كان قوي، اعضاء نظيفه والحمد لله، يعني عاد اداء صار كلش هواي، يعني هو ظلم عينك عيني. اهلا بكم مشاهدي الكرام. طبعا حلقتنا لهذا اليوم مميزه جدا، كيف لا، وفيها ضيف من العيار الثقيل، رجل صاحب مواقف صريح جدا لا يجامل على حساب الحق، له آراء دائما تكون سديده. بصراحه هو من اقدم الناس اللي عملوا بالسلك الاداري في اتحاد كره القدم، امين سر سابق والان خبير في اللجنه الاولمبيه الوطنيه العراقيه. إذا ظليت أعدد حقيقة ما يسعني الوقت ولا المجال. باسمكم مشاهدي الكرام أرحب بضيفي العزيز الأستاذ أحمد عباس، تحية لك سأل. يا أهلا وسهلا، مرحبا أبو علي، حياك الله. حياك الله أستاذ، احنا سعيدين جدا بوجودك. الله يبارك فيك، أنت مقل الظهور على الشاشات. الحمد لله وشكر. حياك الله أستاذ. خليني أبدأ على عجالة، كنت من المساندين لحملة عبد الخالق نصر في تلك الانتخابات، بعد ذلك يعني أحمد عباس خارج الانتخابات مع علامة استفهام كبيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا أشكرك أستاذ حسين وأشكر القناة القادة الرشيد، اللي إحنا حقيقة مثل ما تفضل جنابك أنا مقل بالظهور لأنه ابتعدنا عن الرياضة وخاصة كرة القدم. هذه خسارة للوسط الرياضي والله، مو مجاملة حقيقة أستاذ أحمد. كثيرين فرحانين بها. بال 2014 انتخابات اللي فاز بها الأخ عبد الخالق مسعود، أنا كنت بكتلته. نعم. ضد الاخ ناجي حمود. نعم. كنت ناجي حمود، يعني مو ضد شخص الرجل بس ضد كتلته يعني. وعملنا كثيرا لحد يعني الساعات الاخيره من قبل الانتخابات، يعني الليله الاخيره اشتغلنا كثيرا. الرجل فاز بالانتخابات المشكله هو من فاز يعني عفوا كتلته بالقاعه يعني هو التهى بالتصاريح وبالتلفزيون وراح الى اخره. وهكذا يعني كان القطوة الثانية الترشيح للنائب الأول هو شعار حيدر، كابتن شعار حيدر. غاد يعني صار تعادل هو والمنافس مال الأخ على 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 كاظم، صارت جولة ثانية. لأنه وتلقى يعني الكتلة الثانية الأخ ناجح قاعد بمكانه، يعني حافظ على كتلته، ولهذا أنه اللي فاز من الكتلة مع عبد الخالق فقط هو والأخ محمد الصايغ وشعار حيدر. كنا احنا فشلنا، الباقيين فشلنا بالانتخابات لانه خلنا علينا. المشكله مو هاي المشكله، والله هي انتخابات يعني، واحنا هنينا الفائزين يعني، خصمي كان او المنافس وياه كان الاخ علي جبار والاخرين، هنيناهم في وقتها واتمنى لهم التوفيق، لان التوفيق مو لهم بالكره العراقيه. المشكله مو هاي. اقدر شوي اقاطعك بموضوع؟ اكو من يعني وصلنا انه حتى في الانتخابات كان هناك يعني ما اريد نسميه نطلق عليه فد لفظ قوي، لكن كان هناك يعني هناك اوراق باسم احمد عباس لا يذاع اسم احمد عباس فيها. والله قيل هكذا، انا ما سمعتها مثل ما حضرتك سمعتها انت. قيل هكذا بس يعني تدري بين الامام علي عليه السلام يقول بين الحق والباطل اربع اصابع، ما جبت انا بس يقولون. زين. المشكله مو انا، المشكله انه ملا ورا ما فاز بالانتخابات هو يعني جاني للكاظميه وكان شهود موجودين، دكتور قاسم الازلام ودكتور كريم ناعم والاخ حازم ابو نور ودكتور كاظم ربيعي. قال انا حروح البرازيل وارجع التامين سر الاتحاد، لازم تصير انت كذا، الاتحاد يحتاجك. قلت له طيب جيب الربع اللي يقودون الاتحاد وياك نقعد هنا ونسولف. المهم ما صارت المشكله المله، وهذا يعني مشكله اللي هو الان مؤشر عليه سلبي. كل اللي ساندوه عافوا، حتى اللي بالاتحاد الان يعني شرار ولا محمد الصايغ، هو شوف كيف دعمهم له بالنسبه للاخرين، وهذا يعني تنحسب سلبيه كبيره عليه. وحتى لو فاز بهاي الانتخابات هو يعني سوف لن يعني يعطي المردود اللي مؤهل عنده، لان ادواته يعني مو كانت اللي هو كان يعتمد عليها، اغلبها هو فارقها ولو مو مفارقها. يعني استاذ احمد انت تقول لي انه سبب التلكؤ في عمل الاتحاد في هذه الفتره من 2014 ولحد الان هو تخلي السيد عبد الخالق بن مسعود عن ادواته. اول واحد اني
انه هو بالنظام الداخلي امين السر يرشح رئيس الاتحاد. قلبوا الفقره ما النظام الداخلي، النظام الداخلي اللي بيها فقره مال الامين العام تحكي مواصفاته ومن يرشحه والى اخره. اخر فقره يقول يجب ان لا يكون امين السر العام عضوا في 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 الهيئه العامه وفي لجان الاتحاد. هاي يحكون على امين سر اللي حيتعين امين سر، زين. مو هو عضو الهيئه العامه ما يصير امين سر الاتحاد. هم قلبوها، قالوا كل امين كل عضو بالهيئه العامه ما يصير يكون امين عام. بعدين هو عرف الحقيقه. ليش قلبوها يعني حتى ما روحاني حتى يبعد احمد عباس؟ اكيد اكو ناس ما تريد احمد عباس مع الاسف الشديد، ليه اسباب كثيره ابو علي تعرفها انت كل زين. زين والناس تعرفها. زين انا بصراحه كان عندي سؤال اريد اسالك، حترشح لو ما ترشح؟ انت وكانه جاوبتني مسبقا، يعني انا احسك مثقل بما شاهدت بما عانيت. ما رشح لاتحاد القدم لو وضعت يعني اني في اليوم خرجت من الاركان وانا من اول كويت الاركان، في واحد جاء سالني قال لي ابو زيد لو ترجع السنه بعد سنتين ترجع الاركان؟ قلت له والله لو ينطوني بيها مليون دينار باليوم ما ارجع الاركان. ليش شفته؟ الان وضع الاتحاد يعني ما يشجع على العمل بالاتحاد، مع احترامي للاخوان الموجودين به والله يوفقهم سواء الان موجودين او اللي حيجون او هم باقين، لان النظام الداخلي فصيل تفصال يعني تفصال. راح نتحدث عن هذا الموضوع طبعا بشكل مسلم يعني اذا هم باقين الله يوفقهم ان شاء الله ويصلحون الاخطاء اللي وقعوا بها، واذا جاوا ناس اخرين ايضا احنا نخلي ايدينا بايديهم ونعاونهم ونساندهم. بس ما الان اجي ارشح الاتحاد ومن استبدت هي المشاكل يعني مش ياخذون كتب من ياخذون كتب من الأندية وياخذون كتب من دجين وكذا ويضموها. واليوم بالتصريح بالجريده كتب مال الاخ جعفر علوشي شباب الرياضه انه الملح حيشتكي على وزاره شباب الرياضه اذا تتدخل ما ادري شنو. انتم تسوون تاخذون كتب من الأندية ومن الاتحادات الفرعيه من هسه فارغه حتى سيد احمد وسط هاي المعمعه وهاي الهوسه اللي تحكيها انت وكانه انت تقول لي ترى واقع كرتنا ما راح يتحسن، انت تشوف بالمنظور هيك بمنظور القريب؟ ليش هم متوقعون ان يوقع الكره راح يتحسن؟ هم لو وزاره الشباب والرياضه هاي موضوع الحظر حظر رفع الحظر الجزئي عن الكره العراقيه وان شاء الله حظر كولومبيا ان شاء الله حينشال اذا الله يسر. ليش هو الدور المن كان مع الاتحاد له على دور بس الدور الاكبر المن كان كون دار المحوري للوزاره، هذه حقيقه يعني هاي يحكوها. وبعض الناس بالاتحاد يعني اشكلوا على الوزاره بانه احنا من الوزاره ما دخلت بحين الوزير. انا ما عندي علاقه بالوزير، لا عندي علاقه بالرجال ولا عندي مصلحه وياه، والله يوفقه ليشتغل الرجل. الوزير والادوات اللي اخذها وياه دكتور شامل عدنان درجال حسين سعيد والراحه التفاعل الجماهيري الكبير تفاعل الجماهير وراحه وجوي يعني هو الرجل. اني اقولها اتحاد له دور بس الدور اللي الوزاره وادواتها كان لهم اكثر الاثر في هذا الانجاز. يزعلون يقبلون هذا بعض اخر. زين استاذ احمد الان عندنا اسماء كثيره، نجوم كثيره من نجوم كرتنا السابقين اللي معتزلين من وقت مبكر واللي من جيل 2007 الان يريدون يخوضون المعترك الانتخابي. وصلنا فيما وصلنا انه حضرتك من الداعمين للكابتن عدنان درجال في هذا الموضوع. ابو علي عدنان ولا يونس ولا نشأت ولا عماد ولا هوار ولا احمد راضي ولا حسين سعيد، هذول من هم هذول؟ هذول رموز كره قدم، هذول اهرامات عراقيه، هذول فرحوا العراقيين، رفعوا علم العراق، سلام الجمهوري، هم دقوا ما دقيته. تتوقع يقدرون استاذ احمد يوصلون؟ وفق ما حكيت المفروض يوصلون وفق ما حكيت انه الان القانون ده يفصل بطريقه اكو مو قانون، هذا نظام اكو نظام مخالف القانون العراقي نظام الاتحاد وانت خير من يشخص ذلك، انا اريد تغنيني هوايه بالتفاصيل. النظام الاساسي بالاتحاد العراقي لكره القدم بقضايا عديده مخالفه قانون 16 قانون الانديه الاتحادات الرياضيه سنه 86 طبيعي. الان هم يقدرون الان يحكون المحكمه الاتحاديه، يروحون المحكمه القضاء الاداري، يروحون المحكمه الرياضيه، يعني يونس يمنع من ترشيح الانتخابات، نشأت يمنع من ترشيح الانتخابات، عدنان درجال يمنع من ترشيح الانتخابات بالمناسبة، يعني احمد راضي ما عنده ترشيح الانتخابات، يعني يصير هاي احسين يعني لا بالله عليك اسماء يعني اسماء هاي اسماء بكتنا فرحا. العراقيين كانوا ينتظرون حتى اللي عنده عزم ميت من احمد راضي قول كاس العالم الجول الوحيد على عدنان درجال قول على كوريا الشمالية الجنوبية لحد الان النغمة يونس قول على السعودية جاب لنا كاس اسيا لاول مرة بتاريخنا، هذول ما يستاهلون. أنا ما عندي شغل لا يونس ماخذ أختي ولا ماخذ أختاني ولا متزوج ولا نسيبي عدنان ولا أحمد راضي، بس هذول نشرف بيهم
احنا نفتقد كنا نتمنى ناخذ صوره وياهم هواي عليهم حسين هذول يجون عضو اتحاد او رئيس اتحاد او نائب رئيس اتحاد. احنا مع كل اسم يخدم كرتنا خصوصا اذا كان من هاي الاسماء اللي وصفك جميل لهم استاذ احمد قلت هاي اهرامات ذولا اهرامات الكره العربيه اهرامات لو انا فعلا هم رموز جاملهم لا اكيد هذا واقع حال هذول قامات الناس برا تهتف بيهم والله بالخارج يهتفون بيهم والله بالخارج يهتفون بيهم شيلهم اصلا انا شفت انا عدنان حسين سعيد في خليج 17 في قطر امير قطر الشيخ حمد الله يعادلك ابو تميم يعني نعم الشيخ حمد شيخ حمد والله حضن حسين بالمخصوره بالتمرين حضنه كانما ابن تميم عدنان كذلك هناك في الدوحه والاخرين ايضا كذلك ما دام ذكرنا الكابتن ابو حيدر عدنان درجال طبعا نوجه له التحيه يعني هسه واحده من الامور اللي يسوقوها الاخوه في اتحاد كره القدم وين كان صار له 21 سنه برا هسه بكر يجي يريد يعمل الاتحاد ليش على عدنان ليش على الحمودي وين كان هم كان برا وفلا حسن وين كان هم كان برا شار حيدر وين كان هم ليش طلعوا الاخوان هذول الرموز الرياضيه ليش طلعوا لان ضيق عليهم ما قدروا يكملون نفس اللي جرى على 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 رعد وعلى فلاح وعلى شرار جرى على عدنان درجال عدنان محكى ولا انا اعرفه والرياضيين يعرفوها اللي صار بالنظام السابق على جرى على الكابتن رعد وعلى كابتن فلاح وعلى كابتن شرار وعلى اخرين من الرياضيين مالتنا وحتى احد المعانين فتاح نصيف حتى ما يفوت كلهم كثيرين انا ما اقدر اتكيا كلهم نفس اللي جرى على الاخوان ولا جرى على عدنان درجال زين ليش من جرى على حمي صار اولمبيه وصار فلاح صار نائب اولمبيه ليش هذا التحسس من عدنان درجال ليش بس هو نفس الظروف اللي اخوان بيه صاروا بيه ونجحوا وفخر انه راح حمود اولمبيه وفلاح نائب اولمبيه وشرار رئيس نادي ونائب رئيس اتحاد فخر انه ليش ما يشكلوا عليهم على عدنان فقط ليش هاي ما تصور عليها لان اقول لك انا ليش لان عدنان منافس جدي للاتحاد رئيس الاتحاد مو للاتحاد الاتحاد ينافس على راس الاتحاد اذا رشح حتى انا قال رجال ما قال رشح ثاني حتى انا ما قال رشح اذا رشح فهو منافس قوي ومنافس جدي لانه شافوا الناس شلون استقبلوه بالمطار وبالنجف وبكربلاء وبالبصره نعم. وبالرمادي ولو بالموصل دزوا عليه وحيروح لهم بالموصل اذا اجى مره ثانيه شافوا وقع الجماهير وشافوا انه اهتمام الوزاره من دعته دعوه مشكورين الوزاره والجنوبيه مشكوره دعته شافوا وهذا رمز هذا خب مو نكره وهو خدم الكره العراقيه لاعبا ومدربا ايضا هذه واداريا ايضا نائب وامين سر اتحاد كره القدم العراقي وعضو اتحاد كره القدم العراقي ونائب رئيس نادي الكرشان يعني هذول يعرفوا هاي لو هذا مثل ما خلوا في الشرط من شروط ال 2014 قالوا عنده جنسيتين ما يصير يرشح بالنظام الداخلي شالوها على مصطفى حسن اللي يدخل ما يصير احنا نخلي عوارض موانع على ذيك النجوم يعني هذا ما يقال هذا حقيقي انه النظام الداخلي يفصل كما يشتهيه من هو في موقع القرار ليش احنا بس احنا هالشكل اقرا النظام الداخلي مال الاردن اقرا النظام الداخلي مال الخليج الخليجيين هذا سؤال حتى المتلقي البسيط قلبه حسين قلبه النظام الداخلي النظام الاساسي الاتحاد الاردني بنص تعيين نص انتخاب ليش الاتحاد الدولي معارض نص تعيين منتخب نص تعيين معناها حتى اعطي فرصه للكفاءه اذا ما صعدت بالانتخابات شو يقول التعليل الاتحاد الدولي على عليها هاي انا قريته يقول هذا احنا الراعي خصوصيه كل دوله الدوله هاي تقول انا نص تعيين نحترمها انا حكيت ويا عضو اللجنه القانونيه بالاتحاد الدولي في ايطاليا وشارع حيدر موجود الجزائر موجود والاخ الصحفي حسين علي حسين موجود وكثيرين موجودين قال احنا النظام الداخلي هي ما تبي احنا هي العامه 10 50 100 احنا عندنا اسس تطبق على البرازيل تطبق على الصومال تطبق العراق عسى ما تصير هي العامه 50 عسى ما تصير 200 واللي خلى النظام الداخلي يعني انا عندي معلومه انه راد يخلي ثلاثه مدربين ثلاثه لاعبين ثلاثه حكام الاتحاد مقبل او متنفذ بالاتحاد مقبل قال يبقى واحد 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 حتى يبقى الصوت ضعيف هذا يبقى الصوت ضعيف ما يقدر يغير ليش يعني هواي على انور جسام يكون هو عضو هيئه عامه لو على ناجي حمود اللي منعوه ان يكون عضو هيئه عامه هو عضو اتحاد عربي اتحاد عربي كره القدم يا اخي هذا مدرب منتخب عراق منتخب شباب عراق منتخب اولمبي نائب رئيس اتحاد رئيس اتحاد يعني هذا مو رمز الكره الكروي ليش احنا رموزنا نحاول يعني طبعا تحياتنا للكابتن ابو سلام استاذ ناجح حقيقه انت تشترك وياه بامر هم من اساله يقول لي خليني بعيد احسن
محترمين نفسنا احسن ما يردون هم ما يردونا ابو علي ليش احنا جسمه هم رادوني انا شخصيا رادني الملا رادني وقاعد كان قاعد علي جبار والاخ علي جبار والاخ شارح حيدر في اجتماع مال خبراء مال رادوني انا مستشار الاتحاد الاداري والمالي بس انا اجي على واقع المتظاهرين ما طلعوا يريدون التغيير بعدين يعني المتظاهرات ما اخذت حجم الطبيعي وما اخذت اهدافه انا جاي اريد ان اغير متغيرات كثيره بالاتحاد كأدات اداريه وماليه او اداريه مو فنيه اجي يقول لك الاتحاد ما سووا والله بالله لغينا اللجنه شؤون اللاعبين لغينا اللجنه شنو هاي يعني ما تضحكون انتم فقلت له اقول له لا قلت له ما اشتغل يا اخي ما اشتغل قدام حضور كثيرين يعني فاحنا مو مريد نعمل نريد نعمل ونخدم بلدنا نخدمه بعيوننا هاي بعيوننا نخدمها ولكن اذا اكو جو صحي يساعد على العمل الاجواء غير صحيه ساده ها شو مهم يعرفوها غير صحيه اذا هذا هو السبب الاساس اللي ما يخلي احمد عباس مو بس احمد عباس مو بس احمد عباس اي واحد الان اذا تقرا المرشحين يونس شو يقول؟ يقول احنا جايين للتغيير عدنان درجال شو يقول؟ جايين للتغيير لو الامور صحيه شغل مش شغل طيب اخر ما طلع به الاتحاد حقيقه موضوع مهم جدا اللجنه المشرفه على الانتخابات اللي طرحها اتحاد الكره يعني من اعضاء اتحاد الكره صوتوا عليها من قبل الهيئه العامه وما شاهدنا شخصيات فقط اسماء يا اخي يصير القانون النظام الداخلي شو يقول؟ النظام الداخلي شو يقول؟ يقول اللجنه المشرفه على الانتخابات تشرف على كافه القطاعات الانتخابيه كافه النشاطات الانتخابيه يعني تشرف على انتخابات الحكام وانتخابات اللاعبين وانتخابات المدربين وانتخابات الاتحاد الفرعيه وانتخابات الاتحاد المركزي انت شايف لجنه يصوتون عليها يوم 7 بالشهر وانتخابات اللاعبين والمدربين صارت قبل 4 ايام اذا مو قانوني هذا مو قانونيه واللي يقول لي قانونيه ارجع على النظام الداخلي ما تخافوا من الاتحاد بقاري احنا قاري تحافظ استاذ احمد ونعرفه هاي هذا النظام الداخلي يقرا يقول اللجنه المشرفه على الانتخابات مو الاتحاد عينها ومن عينها اللجنه المشرفه على الانتخابات عينها وجاوا قعدوا الاخوان من الهيئه العامه نعم هم الهيئه المشرفه عينها تعينها الهيئه العامه وصادق عليها الاتحاد هل الهيئه العامه صوتها مغيب ام هي يعني عذرا للتوصيف خانعه مرتاحه على هذا الوضع ما تريد تغيير سفرات لا سفرات اشرافات باللجان يعني هذا طبعا هذا عضو الهيئه العامه يعني همه من العمل لخدمه الكره العراقيه فقط السفر اللي هو هذا اصبح فد اسلوب يعني للترغيب انت شو تقول؟ والله احنا نشوف اسلوب للترغيب ونشوف كل ما يطلع وفد دائما وياهم واحد من الهيئه العامه شنو واحد؟ يعني علن اللي نشوفه احنا بعيونه على الاقل شنو واحد؟ هاي بطوله الخليج الاخيره بالكويت ايش قد؟ لا يا اخي في حين نجوم اخرين نجوم مثلوا الكره وشاركوا بهاي البطوله عندهم 3 مشاركات ما وجهت لهم دعوه ان يروحوا لنا يا اخي انا وجهوا لي دعوه الناس وجهوا لي فيزا بس ما رحت يعني هاي طبعا بعدين ضمايرهم يوم من الايام تحاسبهم تحاسبهم تقول زين والما عنده ضمير شلون صار هو رب الله يحاسبهم يعني ولا تحسب ان الله غافلا الله ما غافل حاشا الله حاشا الله زين انتخابات اتحاد الكره المره تسبق انتخابات الاتحادات الفرعيه شلون تشوف هذا الشيء يصير هاي يعني يصير اتحاد فرعيه بس انا جوابك يهمني لانه لا هي مو غير هو النظام يعني لجنه اولمبيه انتخابات المفروض اللجنه الاولمبيه قرارها دوليه 15/3 يفترض يصير قبلها انتخابات الانديه واتحادات المركزية ثم المكتب التنفيذي زين هسه لا صارت انتخابات مال الانديه ولا مال اتحادات مركزيه ولا حسب مال المكتب التنفيذي ونفس الشيء اتحاد القدم يصير انتخاباته قبل انتخابات الفروع اتحادها يعني بين قوسين احنا ضامنين التصويت مع هذه الاتحادات الفرعيه لان اذا تغيرت ما راح يصوتوا لهم وهذا لازم الوزارة اللجنة الأولمبية الهيئة العامة إذا كانت هيئة عامة تخاف الله ورسوله يكون يحاسبون قعدتوا أنتم باجتماع استثنائي على شنو؟ اجتماع استثنائي حتى تقول لك شو كنت فتحت باب الترشيح وتصوتون على أعضاء اللجنة أعضاء اللجنة مش انتخابات حتى لجنة الاستئناف أنتم تخلوها وليش الاتحاد يخليها؟ يعني أنا اللي صار هو عكس الاتحاد خلوه ولا الهيئة العامة صوتوا نعم ماكو حتى ماكو ديمقراطيه يا اخي احنا غير والله على ما اقول شيء انا راجع بنيه الكاظميه
99% من اعضاء الهيئه العامه ما قاري، ما فاتحين النظام الداخلي وقاري. من اوصلهم اذا هيك امكانيتهم؟ اذا 99% من عندهم، يعني استاذ احمد الان تخلي لي ايدي على الجرح، دا توقف ايدي على الجرح فعلا، اللي ما قاري القانون دا يتصرف بهاي الطريقه. الوحيد اللي قرا النظام الداخلي على قناه، انا ما ادري، خب انا ما اقرا، ما اعلم الغيب، بس اعرفه شخصيا اللي يقرا ويبحوش وما ادري شنو، بس ناجي حمود وما خلوا يخرج يعني. على ذكر النظام الداخلي، بامكان ناجي حمود ان يعود الان لرئاسه الاتحاد على اعتبار انه هذه الانتخابات بطريقه او باخرى يمكن ابطالها اذا اعترض و و و اي واحد اصبح يعني اكو خروقات حتى في يوم الانتخابات. اي واحد الان عضو هيئه عامه يصادقون ويا خمسه اعضاء يشتكون بالمحكمه، محكمه الكاس، اذا ما يشتكون بيشكون من المحكمه الرياضيه. احنا اكو باب قانون الشيبو اللي فيفا، نعم فيفا يقول لوائح لكل الدول، نعم، يجب ان لا تتعارض مع قوانين الساريه في البلد نفسه، في كل دوله. واحنا الان بدنا نشوف الاجتهاد بالنظام الداخلي 90% من عنده يعارض القانون، مو 90% بس في فقرات عارض القانون. هذا واحد يرجع يروح للفيفا يقول له ما الشكل يشكوه؟ يعني احنا دائما اذا واحد سوى هيش راح نسوي، حتتوقف الكره، حتتوقف النشاطات، موضوع رفع الحظر، هاي موضوع رفع الحظر اصبح مثل مسمار جحا. هذا بس احنا صارنا 40 سنه علينا حظر، على هاي احنا الحظر من رفعه ليش هم يعني الحظر لو من الوزاره تخلي ايديها بجد، ما حرجع على الوزاره يجامل الوزير، خاف يخلي يمه مستشار والى اخره. والله لا جامل الوزير ولا اريد اصير باي منصب انا بالرياضه العراقيه، ولكن لو من الوزاره تعبت جديه، وحنا اكو جندي مجهول به العمليه، دكتور عبد القادر، على عبد القادر نوجه له تحيه دكتور، هذا جندي مجهول في هالقضيه مرة بالحظر وشامل كامل ايضا، نوجه له التحيه استاذ شامل. وبعدين ادوات اللي راحوا وحسين وعدنان درجال واخرين اللي تحركوا البحرين وغير البحرين واتصالاتهم والى اخره، وراحوا على شيء يعني قصدي مو كثيره، ما مجال ذكرها انا، ما مخول احكيها، بس يعني الاتحاد له عليه البقي الحضر الى 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 زمن 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 شو اسمه القادم، المستقبل البعيد ايضا مو القريب. استاذ احمد، رئيس الاتحاد الحالي سيد عبد الخالق مسعود، تجده يتحكم بمقاليد الاتحاد ام ان هناك من يرتب الامور خلف الكواليس؟ يعني هو رجل مغلوب على امره. والله لا مغلوب على امره ولا محزنون، عبد الخالق الشيء اللي يريد يسويه لانه يعني يسويه الله يقول لك انا بسوي فلان شيء، يعني انت سوي وانا اسوي. عبد الخالق لا مغلوب، ليس مغلوب على امره. اذا يبدو لك هكذا فانت وهم. يعني من راد حسين جاب حسين، واعطيك مثال، اكرم سلمان دك ابو طلال مدرب قدير ومدرب ادى يعني هو يعني عنده مكر من نوع خاص بهاي الامور، شو يسميه انت؟ من راد اكرم سلمان الاعلام والدنيا وما ادري شنو وجابه. وتحياتنا للكابتن اكرم سلمان والنعم منه، وطبعا جابه مو مسوي عليه فضل، هو مدرب قدير ولا فضل على الكره العراقيه، ولكن حتى اقول لك الملة اذا اراد شيء يسويه. هل هناك فعلا اكو قوه ثانيه بالاتحاد ايضا تتخذ قرارات؟ اي طبعا غير الملة؟ اكيد نعم. زين شو ما يعرفه؟ طبعا قبل حلقتين ثلاثه كان عندنا نجمنا الدولي غانم عريبي قال هنا جمله، انا اريد تعقيبك على هاي الجمله، انا الان يعني جاءت طبعا جاءت في ذهني الان وانت تتحدث. قال أرد أقول للملا عبد الخالق مسعود، أنت من شنت أمين مالي شنت أقوى من كونك رئيس اتحاد، شنو رأيك بهاي الجملة؟ لا أنا ما أيد بهاي، حجي غانم خوش حجي غانم ورجال مبدئي وصارح وصديق وصريح يعني، بس لا أمين مالي كان بس على فلوس يعني كان بيد الخزينة، بس الآن لا يعني هو قد يكون ماخذ فكرة أخرى. لكن أنت تتفق بس معي؟ هو بس أقول لك هو مو صاحب، كان ناجح بالاتحاد صاحب القرار لو حد ابو سلام غير اداري محنك وصاحب قرار وحده، ما يعني ما يقدر بعد يثمن، بس لا ملا صاحب قرار، بس اقوى اصحاب قرار اخرين في الاتحاد. اذا هناك اكثر من رئاسه في الاتحاد، يعني اكثر من ما يعني اكثر من صاحب يعني شو تسمي انت صاحب قرار، اكثر من مصدر قوه بالقرار بالاتحاد. وهذا اللي يأثر ايضا على كرتنا، وهذا الموضوع مهم جدا وما يعرفوها. زين، رغبة جيل 2007 في دخول الانتخابات يعني تحديدا النجمين اللي أمامنا الآن يونس محمود، نشأة أكرم، حق مشروع بالأمس
تناقلت وسائل الإعلام حديث عن أنه يعني إدارة نادي الشرطة لا تريد إعطاء الكابتن نشأة أكرم كتاب يمثلها بالهيئة العامة. ليش؟ نشأة أكرم. ليش؟ يعني نشأة أكرم ليش؟ هذا نشأة بالاحتراف مالته تعلم أشياء كثيرة. أشد من تحكي وياه والله العظيم كأنه ما تحكي ويا سفير. تكلم ويا هذا أحسن سفير للرياضة العراقية نشأة أكرم. من تحكي ويا يونس يقول لك يونس ما يعرف يحكي إنجليزي. طلع مؤتمر يحكي إنجليزي ما حد الدول كله إنجلترا لو جسمه يحكي إنجليزي أحسن من آخرين. هاي أرجع يعني شوية. ليش ما يردونهم مدافع تيماني؟ يعني ليش الآن هم خلوا فقرة لازم 3 سنين يعمل عمل إداري بالعراق أو بين قوسين يعني ما حد يعني يونس ونشأة وخروا على صفحة. ليش هاي هذا مو جريمة؟ هاي جريمة حق هذا الجيل اللي يفرح العالم ورا كذا سنة. العراق ما حالم ياخذ بطولة آسيا في ظروف احنا كنا مغربين بطولة العاب الآسيا فرق. اخذنا بطولة العاب الآسيوية اخذناها بالثمانينات. ولكن بطولة آسيا احنا ما مغذيها. هذول جابوها يعني هواي عليهم يستكثروا. تنسي ما يجيب تنسي ناشئ أكرم عمل إداري والبعض البعض اعتزل. كذلك يونس من يجيب 3 سنوات ولويش 3 سنوات دفتيه ماني لويش؟ ليش هم اللي صاروا مع 8 سنوات بالاتحاد يعرفون عمل إداري؟ زين الاتحاد الحالي وفق وجهة نظرك أيضا ما عنده خلل إداري كبير. هم الآن بعض الاتحاد الاتحاد والله العظيم بعضهم ما يعرف يسوي كتابي أحرر كتاب رسمي والله العظيم. طبعا أنا أتحدث مشاهدي الكرام يعني نجم مثل يونس محمود نشأة أكرم هوار ولا يعني عماد محمد ولا بقية الأسماء وصولا إلى جيل الثمانينيات نحكي عن يعني عدنان درجال عن نجب الفرطوس طحن صيف يعني ما وصلنا انه حتى الكابتن مجبل فرطوس كان جاي ومعه افكار كثيره. واحده من الاجوبه اللي جايتها الكابتن مجبل وانا مسؤول عن ما اقول روح حل المباريات احسن لك بالعراقي طبعا مجبل فرطوس رجع للضحى البحر رجع بالليل. يعني قلت لك يعني الاخوان لازم يفكرون زين صح. هم بالاتحاد واشتغلوا وخلف الله عليهم وعملوا وجوز يفوزون بعضهم كلهم بس يجب ان يخلون في حواجز لان باكر الراي العام ما يرضى هاي الاعلام. انتوا حتسكتون هاي الاعلام قروا الاعلام بالفيسبوك وبالجرايد وبالغير الجرايد. انا اليوم دا اقرا طلال العامري بالشباب الرياضه والاخرين وعلي نوري وهشام السلمان الاخوان الاعزاء الصحفيين وعلى الرياح يكتبون ينتقدون حالات يفترض مصير. لكن هل اكو اذن صاغيه لهذا الكلام؟ والله مؤثره. لا انا اقصد في اتحاد كره القدم هو صاحب القرار في الفياض. انا ما اعرف انا تدري يعني بعيد عن اتحاد القدم ما داخل اتحاد القدم ترى بحياتي غير مرتين بانتخابات 2011 2014 بحياتي ما داخل. انا عادل حلفان مالتي دخلنا مره نروح القاهره انا والمله على مود الحضور رساله الماجستير مال ابنه جوبند الله يصحه والعافيه هذا الولد الشاب الطموح فهو رادني اروح له هذا فرحنا ولا ما داخل الاتحاد يشهد الله نهائيا ما عندي يعني ما اروح مو استنكافة من الإخوان كلهم أصدقائي وإخواني وعزائي وبيانات تليفونات نوبات نسخابر ونسولف بس الوضعية العامة ستروح على التعلق هذا جاي ينافس هذا جاي يرشح هذا ايش عنده ما أدري شو هاي يعني لغة المؤامرة هذا الأجواء الشكوك مو الكل حقيقة يعني أكو ناس يعني أعزاء علي يعني هم يعني تواصل وياهم ويحترمونا ونحترمهم بس اكو بعض الاخرين يصورون انه انا من اجي قاعد انافس زياده من الناس على منصب مالته او على ما بالعكس احنا بعد بزعنا او يعني تخلينا عن الموضوع هذا. البعض يقول انت حرام عليك او ما يصير تعوفوها يقول احنا عفناها بس احنا اشتغلنا احنا اداري خباني مو انا مو على بلجيكا انا شخص اداري عملنا بالاداره ويقولون وانت تناجح. من اقدم الشخصيات الاداريه في اتحاد كره القدم تحديدا انا على علم بهذا الموضوع اي يعني واحنا كم واحد بقينا انا وبقينا شامل كامل شامل الفرج الفني يعني والبقيه اللي طلع برا واللي شام عطاء عجاج ولا دكتور عبد القادر زينل حتى من الاصوات اللي كانت تنتقد وتحاول تصحح ايضا الان صوته يعني شو نقول عليه صوت ناصي استاذنا محمد جواد الصايغ ايضا يعني تحسه ركن وبعد اي مش اقول لك هذول الام الكتله مال المله شرار ومحمد الصايغ شو شرار اكثر من مره قدم استقاله ويريد يطلع شو تاثيرهم بالاتحاد الان؟
اسال شو تاثيره؟ يسمعون كلام النائب الاول؟ ينسمع كلامه؟ وسوى ورقه انا قريتها ورقه اصلاحات يمكن في 16 20 ورقتين قريتها انا واخذوها ووافقوا عليها زين ولا نبذ ولا واحده. من المسؤول عن عدم تنفيذها استاذ احمد؟ هو غير الراس. يعني هذه يعني هاي تظاهرات تم احتوائها بطريقه يعني ذكيه ضيعتها ضيعت مطالبها؟ طبعا مو جمع بهم بفندق بغداد وقعدوا بفندق بغداد واللي يعني اللي قبى واللي بعدين بزع وبطل واللي يعني هم كانوا الناس طلعوا مظاهرات وكان اهدافهم ممتازه وبعدين حجموها القضيه بعدين صغروها بعدين عدوها سووا مراحل بعدين احتوها. زين خليني شويه اسال يعني أنا أسأل مثلاً عن نجم هو الوحيد اللي هو نجم بمعنى الكلمة نجم زاول الكرة كلاعب هو شرار حيدر. إحنا نائب أول لكن دوره شبه مغيب في حين النائب الثاني علي جبار لا نشوفه دوره أكبر وأقوى. من المسؤول عن هذا؟ شرار نفسه؟ لا مله. مله طبعاً هذا النائب الأول مالته. زين والسبب ليش؟ ما أدري يعني حقيقة هاي فشي يحير. حتى سألت شرار كم مرة قلت له ما تقولي ليش انت شكل يقول لي انا ما ادري يعني كتلته انا بكتلته والاخ علي جبار كان بكتلة ثانية كتلة الاخ ناجح نعم قال ما اعرف ليش لانه يحكي هذا يحكي وعنده اصلاحات وعنده ما ادري شنو كذا يعني فيغير صوته يعني ابو ذر الغفاري رادو مع الفارق طبعا نحكي على المبدئية نعم انا اعتقد هذا جنت علي هاي مالته مال اصلاحات ومال اصلاحات ومدري شنو كذا يبطل لان اللي يشوف الامور مو على مرامه مو على اللي تفكيره هو جاي يدري يلعب منتخب وطني وجاي من انجلترا وشاف عنده افق واسع وشاف هذا يريد يسوي فد شيء وقدامه جدار كونكريت لو جدار طين دفاعه كونكريت مسلح فيوم استقال ومره استقال وبعدين سوى امام الواقع قعد بطل يعني اعتقد يعني تعب انا رجال يعني شرار ابني انا اخذته وياي انا كنت رئيس في 89 صداقه وسلام بالكويت كان عمره صغير 17 سنه يمكن هالشكل من ذاك الوقت انا احبه شرار ومن عائله طيبه واخوته وعائلته وامه الله يعطيها الصحه والعافيه ان شاء الله مريضه وجاتي بالسلامه فهو انصدم بواقع معين فشرار يعني غير مؤثر ما ماخذ دور الرئيسي كما ينبغي لذلك المتلقي في الشارع الرياضي يقول احنا يعني نعول على نجم مثل شرار حيدر لانه لاعب دولي سابق فالمفروض يكون صوته مسموع بعدين منصبه مو هين نائب اول رئيس شنو حتى لو كان لاعب دولي سابق اذا محجمي ومناطي صلاحياته ومناطي القيمه اللي هو يجب عليها ياخذها شرار قيمه زين انا خليني انطلق استاذ احمد على السؤال من هاي النقطه نجم مثل شرار حيدر لما تكون هناك كتلة تريد ترشح للانتخابات بها أسامي مثل عدنان درجال مثل يونس محمود مثل نشأة إذن هذا هو سبب الخوف منهم أسماء لها حظوة في الوسط الكروي العراقي تمام هم هذول يعني مع احترامنا للأخوان بالاتحاد من يجون هذول منافسين منافس جدي هذول يعني الشارع الرياضي وأنا ما دعور على هي العامة هي العامة إحنا باحد يعني تسولف حسين يعني ولو يمكن لها ربط بالموضوع نعم خبرني عاد الاخوان ده يقول لي فلان ويا فلان فلان ويا فلان فلان اخذوا كتب فارغه فلان قلت له والله كل شيء يصير قلت له بس حقول لك حكايه احنا ليله الانتخابات مال 2014 عشان الفوز كل الناجح حمود ابو سلام الله يعطيه الصحه والعافيه وهذا كان المقروء من في وقتها 40 فوق ال 40 صوت لابو سلام نعم ليله الانتخابات يعني باكر انتخابات اختلفت الحاله بالقاعه وقسم من 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 جماعته انضموا للمله بالقاعه هو يعرفها فالبعد اقول له قلت ترى هاي التكتلات الان هذا ويا فلان وهذا ويا فلان انا الان انطيتها يعني يسموه تثنيه الحسين ابو علي ثنيت عليه انه رئيس اتحاد او نائب رئيس اتحاد تدري ما سووا هم رشح الرئيس لازم تثنيه ثلاثه مالته واثنين وياه والنائب لازم اثنين مالته وواحد وياه أنا سويت كتاب تثنيت على أبو علي ورا كم يوم أقول لهم أنا أسحب كتابي هذا أسحب أثني أحمد عباس الأحمر يصير قلت لهم هاي مثل واحد ما أحد الإخوان تعرفه بس ما حد يجي بالبرنامج يخاف يزعل علي قال هاي مثل هاي البالة مال الدومنة
تتبوز مرات على يدها الانتخابات. الولاءات لحد اخر الساعات تتغير فلا حد يبني موقف من الان. وهل يعقل انه يعني استاذ احمد حقيقه لما ذكرنا استاذ ناجح تحياتنا لابو سلام، هل يعقل انه الان خارج الهيئه العامه؟ يصير يعني يصير رئيس اتحاد يعني نائب رئيس اتحاد احنا ومدرب منتخب يعني عراق ومدرب منتخب شباب اولمبي وبعدين مثلنا بالاتحاد العربي الاتحاد الاسيوي وبعدين كاريزمته مالته شخصيته انا ضده انا انتخابات اثنين ضده هو يعرفه بس ابو سلام يعني من الغصة بالحلقوم بالبلعوم انه ما يكون هو اعضاء عامه هاي اقل استحقاقه مثل ما هي غصة انه نشأة اكرم ما يكون بالهيئة العامة مثل ما هي غصة ما يكون احمد راضي بالهيئة العامة مثل ما هي غصة بيكون حدان درجاب بالهيئة العامة وهكذا باقي الرموز حسين سعيد ذولا يا اخي يعني ما دافتين على شو نفكر نعم الكرسي حلو منصب حلو والسفره حلوه والمدري شنو حلو بس احنا لازم العراق يكون بين عيوننا خلينا نبقى بالكراسي ما يخالف بس لازم نجيب هذول الناس ياخذون دورهم على على الاقل على مراحل زين خليني شويه اسالك عن عملك يعني في يعني في اللجنه الاولمبيه في لجنه الخبراء هل فعلا جاء بضغط من الكابتن رعد حمودي؟ لا والله هو رشحني الرجل وهذا انا مشكور عليه ابو طلال انه هو ابو طلال صديقي من 74 العمر كله ان شاء الله يا الله يعطيك الصحه والعافيه لماذا لا تحاسب اللجنه الاولمبيه الاتحادات الكسوله اللي عندنا لا نحاسب بس ما ياخذون يعني الامانه العامه نوبات نفس طويل مع الاتحادات وهذا يعني قد يعتبر يعني عامل سلبي لان نوبات الاتحادات اللي كانت الصبر هذا اعتبروا جانب تراخي او جانب سلبي على الامانه العامه نعم احنا الان عندنا ما دور الالعاب الاسيويه في شهر اب احنا كتبنا من الشهر العاشر للاتحادات وكتبه والى اخره وبعض الاتحادات لحد يوم الاحد الماضي احنا لحد الماضي نناقش الاتحادات قسم حتى ما جاوبوا زين يعني انا مثل متحد القدم متحد القدم انا خابرت الملا قبل شهرين قال لي على حسابنا قلت له على الاولمبيه كلها واي في المنتخب الاولمبي وما ادري شنو الى اخره وقال ما عدنا قلت له تعالوا اخذوا التعليمات إيه قبل اسبوع 10 ايام يلا جاء الاخ فالح موسى راجع اللجنه الاولمبيه وقال انتم ما قلتوا لنا ما عارف يعني مكاتبات موجوده ما منتصر يعني بالاداره مال الاتحاد يقول ما قلتوا لنا فالوقت اللي قلنا له يابا احنا حتى الملا خابرته انا شخصيا انا مشيت فالح موسى من اجى حكيت ويا الاخ ابو رسل قلت له انا مو خابرت الملا قبل شهرين عليها وهذا الموضوع فاكو يعني تراخي بالاستجابه من قبل الاتحادات حتى في موضوع البطولات ويعني اعتقد حياخذون قرار اللجنه الاولمبيه بانه الاتحادات اللي ما جاوبت ما حتشارك بالبطوله الاسيويه مستقبلا في اندونيسيا لا في اندونيسيا هاي زين الوقت داهمنا حقيقه استاذ احمد انا اريد اسالك على اسماء ويهمني رايك جدا خليني ابدا مع الكابتن حسين سعيد اخ وصديق ولاعب منتخب قدم الكثير الكره العراقيه ومدرب عمل فتره قصيره بالتدريب واداري ناجح قاد الاتحاد او كان هو عضو اتحاد وامين سر اتحاد ونائب رئيس اتحاد ثم صار ايضا رئيس اتحاد في وراء التغيير اللي صار في 2003 وهو نجح وحقق امور كثيره لاحظ عنه هو لا يخلو من سلبيات بالعمل مالته يعني بس حرامات ويكون بعيد كل البعد عن الساحه الرياضيه ناجح حمود ابو سلام يعني ايضا رجل اشتغل ومن اكفئ الاداريين اللي عملوا لكن يعني انا مواقف عليه طبعا قال لي للرجل الان اذا يسمعني الرجل الان ما يسمعني ما ادري المركزيه اللي عمل بها بالاتحاد كرئيس اتحاد هي اللي خسرت الكثير وهو يعني يمكن لو راجع بالاتحاد يمكن يعالج امور كثيره ولكن انا اعتقد انه يعني الاتحاد الرياضه العراقيه كره القدم العراقيه خسرتها من اكفئ الاداريين اللي عملوا بالاتحاد احمد راضي ابو هي ما حد شي يقول على ابو هي يعني هذا جبل من جبال العراق الشامخه اللي هو يعني الوحيد اللي اسمه بالفيفا كور على بلجيكا عمينا ما حشيناها هذا مو حرامات من الهيئه العامه يعني احنا ان شاء الله يفوز ان شاء الله يفوز بالبرلمان على الاقل هو ابو هي شخصيه راقيه جدا ادبا وخلقا وتاريخا وكل المواصفات انا احب احمد صديقي يعني تحياتنا لابو هي الله يخليك يونس محمود يونس هذا شو اقول لك عليه انا اتمنى ان الله يوفقه ان شاء الله يصير رئيس اتحاد او اذا جاء عدنان درجال يصير هو نائب رئيس اتحاد وياه هم هذول
شغف وطموح اللي نشوفه بتصريحاته اللي يتمنى يترجم لأرض الواقع. والله والله أنا خابرني هو الرجل وأحكي وياه، والله العظيم عنده طموح. هو طبعا ايش محتاج؟ هذا يحتاج لراتب 500,000 دينار ياخذ، هذا الله مفضل عليه. بس هذا مثل من عينته هذول الرموز يجب ان ياخذون دورهم في المرحله الاصلاح لاصلاح هذا، وان شاء الله الله يوفقه. وهاي العقبه مالت لسنوات ان شاء الله ما تكون الى حاجز. يونس يجب ان ياخذ دوره ومكانته الطبيعيه في اتحاد كره القدم العراقيه، هو ونشأت واخرين. نعم هذا الجيل كله طبعا. اخر الاسماء عبد الخالق مسعود. خالق مسعود صديقي، صديقي الذي يعني عاضدته وعاومته كثيرا، ويعرف كل الزين، وانا علاقتي به عائليا يعني اولاده وبيته، وهو يعني اللي 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 يعني اللي باعني اول واحد اليه. ومع الاسف الشديد يعني هو ما يقول لا، يمكن بداخله يحشي علي او يجوز يخابرني او يجوز يحشي في حلقاته، ولكن اقول له يعني انت خسرت الكثير من عفد جماعتك اللي ساندوك في 2014، وعليك ان لا تمضي بهذا النهج مستقبلا اذا ما تريد تبقى صير رئيس اتحاد انت، وتوفق من الله سبحانه وتعالى. اذا بقيت اذا مو بقيت ترى بعدين الناس مو كلها يعني تنشر بمنصب او تنشر بسفره او تنشر بكذا. احنا اخوانك وقفناك وجربتنا انت ووعدتنا الكثير وما نفذت، بس نقول احنا الله يسامحك، والله سبحانه وتعالى يكون يجيب الاصلح للرياضه العراقيه ان شاء الله، انت او غيرك ان شاء الله. استاذ احمد حقيقه تعبناك ويانا، وقت البرنامج انتهى. شكرا جزيلا لك، وشكرا لكم مشاهدي الكرام. انتظروني في حلقه مقبله من برنامج اون سايد وملف اخر. الى ذلك الوقت، الى اللقاء، حياك الله.